بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. ما زلنا في الأخطاء التي يفعلها كثير من الناس أثناء الصلاة، والتي تنقص وربما تبطل الصلاة تماما أو تنقص من ثوابها كثيرا. الركوع، لما تيجي تركع كثير من الناس لا يتم الركوع، بمعنى أن هو يجي يركع. الأصل فلك عندما تركع ركوعا كاملا هكذا. بعض الناس يركع كده بس ما يتعنيش ظهره بالكامل. العلماء قالوا تحط، لو انت ركعت تحط، لو انت حطيت كوبايه على ظهرك وانت لو انت راكع ما تقعش، يكون كامل. الا كان عندك عذر شرعي وظروف حاجه. كثير من الناس ما يركعش الركوع الكامل، ف وتسبح 3 تسبيحات على الاقل وانت مطمئن، بعدين ترفع. ولما ترفع ايديك هكذا، كثير من الناس لا يبالي رفع اليدين. رفع اليدين سنه في كل حركه من الحركات الا عند النزول للسجود بس، فده بينقص من ثواب الصلاه. خصوصا كان بيرفع ايديه في كل الحركات الا في معظم كرافي، كثير من العلماء الا لما بيجي عندما يهوي ساجدا ما بيرفعش ايديه، وترفع ايديك كده مش كده كده، الاصابع تكون مضمومه والاصبعين عند شحمه الاذن هكذا. سمع الله لمن حمده، اللهم لك الحمد. تقول اللهم لك الحمد فقط، ما تقولش لك الحمد والشكر كما يفعل كثير من الناس. الشكر ليست وارده، بعدين تقول حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ملء السماوات والارض وما بينهما ملء ما شئت. الذكر ده عظيم جدا. قال واحد الصحابه رضي الله عنه، فالرسول صلى الله عليه وسلم رايت 30 ملكا يبتدرونها ايهم يكتبها اولا، ثم صعدوا الى رب العالمين قالوا يا رب ان عبدك فلانا قال مقوله لا نعلم كيف نكتبها، او لا نعرف كيف نكتبها. فقال ماذا قال عبدي؟ والله اعلم بما قال. قالوا كذا، قال كذا كذا كذا، قال اكتبوها مثل ما قال عبدي، ثم حتى يلاقيني بها حتى يوافيني بها فأجازيه بها. ضيعها كثير من الناس حتى الأئمة. صواب عظيم، لها صواب عظيم جدا، ولازم تطمئن واقفا. الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث خطير جدا، لا يقبل الله صلاة عبد حتى يقيم صلبه في ركوعه وسجوده. لا يقبل الله صلاة عبد حتى يقيم صلبه، الصلب اللي هو فقرات الظهر، يخرج من بين الصلب والطرائف، الصلب اللي هي فقرات الظهر. فلا يقبل الله صلاة عبد حتى يقيم صلبه. صلب يعني يقيم صلبه، يعني لازم تقف تماما وتطمئن وانت بتقول لا بارك الحمد. لما تيجي تسجد بقى، كثير من الناس يروح ساجد سجده كده ويروح راجع. لا، ده لازم تسجد سجود وتطمئن، تقول على الاقل 3 تسبيحات او اكتر ان استطعت، وتدعو ان الدعاء مطلوب في السجود. بعض الناس ما بيتمش السجود، يا دوب يحط طبطه للصلاه اللي دي اسمها نقر في الصلاه، بعدين ترفع بين السجدتين. ده الخطا الفادح الذي يقع فيه كثير من الناس، يروح رافع ما يكملش ما يتمش الرفع. أنا بقول لا يقبل الله صلاة عبد حتى يقيم صلبه في ركوعه وسجوده، يعني بين السجدتين لازم ترجع بالكامل وظهرك يرجع كده وتطمئن، وتقول زي ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول اللهم اغفر لي وارحمني وارزقني واهدني وعافني واعف عني وارفعني ولا تضعني. شوف كل الدعاء ده الرسول صلى الله عليه وسلم بيقوله بين السجدتين. لكن بعض الناس للأسف الشديد يسجد ورافع كده ورايح تاني على طول، هو لا اطمئن ولا رجع. وفي رواية أخرى حتى يعود كل مفصل إلى مكانه، أو حتى يقيم صلبه. طب الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لا يقبل الله صلاة عبده، أنت لو عملت كده وسجدت كده ورجعت تاني على طول بطلت الصلاة عند كثير من العلماء. حديث الرسول واضح، الرسول ربنا قال لا يقبل. يبقى لازم الجلسة بين السجدتين تاخد وقت تطمئن فيها، وترجع ظهرك بالكامل وتطمئن وتقول. ولو لقيت حد بيعمل كده لازم تقول له. بعدين لما تيجي تسجد تحط ايديك على الارض، الايدين تكون متجهه للقبله هكذا، والصوابع تكون مضمومه. بعض الناس اكتر الناس يفتح صوابعه، واكتر الناس يعمل ايديه كده، لا يعمل ايديه كده، الايدين لسه متجهه للقبله كده كده كده، وتكون متجهه للقبله. بص على ايديك وبص على رجليك وانت واقف، تكون متجهه للقبله. ما ينفعش الصوابع تبقى عامله كده، ما ينفعش الايد تبقى عامله كده. كل ده مخالفه لهيئه الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم صلى كما رايتموني اصلي، وما تخليش المرفق يلمس. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لان ده كافتراش الكلب،
فالرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث: لا تمكن الفخذ من الارض وانت ساجد. وبعدين الانف لازم تلمس الارض، كثير من الناس ما يمكنش انفه من اثناء السجود من الارض. الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث: لا صلاه لمن لم تمس انفه الارض، لا صلاه لمن لم تمس انفه الارض. لازم تتاكد ان الوجه كله بما فيه الانف، لان الانف دي اهم حاجه، يعني الانف دي اهم حاجه، دي هي علامه العزه والكبر. فمنتهى العزه انك تكون ذليلا لله سبحانه وتعالى، عشان كده الراجل المتكبر بيقول انف، فلازم الانف دي تلمس الارض، فتتاكد ان انت الالف يعني ملامسه الارض. بعض الناس ما يجي يهوى السجود، للاسف اول ما يبتدي الامام بعد ما الامام يخلص قراءه القران يروح عامل كده، ولسه الامام حتى الله قال الله اكبر، بترفع بتعمل كده ليه؟ لا يجوز ان انت ترفع ايدك، انت كده تسبق الامام. والرسول صلى الله عليه وسلم الامام اسم كبير، ما تحركش خالص. وبعض الناس اول ما يبتدي الامام يخلص الامام يبتدي يعمل كده خلاص ويبتدي ينزل، ولسه الامام حتى ما قالش الله اكبر. ولو الامام نزل وما قالش الله اكبر ما تتحركش، انت ما تتحركش الا بعد ما تقوم من الله اكبر. هو الامام بيقول الله اكبر ليه؟ الامام يقول الله اكبر للاعلام، عشان ينتقل من حركه لحركه، وانت تتحرك قبل ما الامام يقول الله اكبر، انت كده تسبق الامام او بتساويه. الرسول صلى الله عليه وسلم لا تسبقوا الامام ولا تساووه. فازاي كثير من الناس اول ما الامام يخلص القران وخلاص هيركع لسه ما قالش الله اكبر، ولسه يروح عامل ايده كده ويبتدي يتحرك ويساوي الامام في اي حركه من الحركات، ما تتحركش الا بعد ما الامام ينتهي من كلمه الله اكبر، تبتدي تتحرك عشان يكون فيه فتره كافيه بينك وبين الامام. وما احنا انما جعل الامام ليؤتم به، ما احنا بنصلي من وراء امام ليه؟ انت كده بتضيع ثواب الصلاه، وده ثواب انت وبترتكب اسم بدل ما تاخد ثواب الجماعه. ف للاسف الجهل بالعلم الشرعي يوقعنا في اخطاء كثيره فادحه. فبعد ما تنتهي بقى فما تقومش ما تتحركش ولا تهوى للسجود الا بعد ما الامام ينزل فعلا ويقول كلمه الله اكبر. بعد ما تنتهي الامام من كلمه الله اكبر ابتدي تتحرك وتسجد، ما تتحركش مع الامام وما ترفعش ايدك قبل ما الامام يقول الله اكبر، كما يفعل كثير من الناس. ولما تسجد احرص ان اليدين يكونوا مضمومه. بعض الناس يعمل ايديه كده ويأذي جاره اللي جنبه، طب انا هسجد ازاي والمرفق بتاعك انت مصدره في صدري، هسجد ازاي؟ الرسول كان يفعل ذلك حتى يظهر بياض ابطيه، لان الرسول كان يصلي اماما بالناس. انت بتصلي ماموم خلاص، يعني حبكت بتتحقق بتفهم قوي في السنه، فتحقق السنه، فتأذي جارك اللي جنبك على اليمين والشمال، يعني سبحان الله العظيم بيضيع السنن. ونيجي في السنه اللي تاذي غيرك تعملها، طب انت بتاذي جارك وبتنك انت بتاذيه بالمرفق بتاعك، حط ضم المرفق بتاعك اللي انت بتصلي اليه عشان جارك اللي جنبك يعرف يسجد زيك. لان انا اعاني كثيرا من ذلك، ما بعرفش اسجد لان اللي جنب مني عامل ايده كده. بعد كده طبعا في التسليم لما في التشهد الاوسط كثير من الناس يطيل في التشهد الاوسط السنه ان التشهد الاوسط يكون سريعا جدا. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقرا التشهد الاوسط كانه يجلس على الرطف على الحجاره المحماه. فالتشهد الاوسط يكون سريع جدا، سواء كنت بتصلي منفرد او ماموم او طبعا انت كماموم بتتابع الامام، فالامام ما يطولش في التشهد الاوسط ان كان امام. وان كنت ماموم وان كنت منفرد تشوف التشهد الاوسط سريعا. بعدين بعد الناس في التشهد الاوسط وهو قاعد لما الامام يقول الله اكبر يروح عامل ايده كده الله اكبر وهو لسه قاعد. الرفع بالتكبير بعد التشهد الاوسط بعد ما تقوم توقف، مش وانت لسه قاعد. بعد كثير من الناس وهو قاعد يروح عامل كده الله اكبر وبعدين يروح قايم، ليس لها اصل. زي ما كلمه الشكر ملهاش اصل، فاللهم لك الحمد والشكر الله لك الحمد، بس برضه انك ترفع ايديك وانت قاعد ملهاش اصل. لما تقوم ارفع قول الله ارفع ايديك. لما تيجي تسجد بعض الناس بيرتم يعني الركب في الارض يعني تقعد الصوت، اسند بايديك وانت نازل، ما ترميش نفسك على الارض وتربط ترجع ركبك ترتطم بالارض تعمل صوت. بعدين
في التسليم، لما تيجي تسلم بعض الناس يشير بإيديه هكذا وهكذا. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، ليس له أصل. قال مالي مال هؤلاء، مال هؤلاء الناس يشيرون بأيديهم كأنها أذناب خيل. فالخيل بتعمل بإيديها كده وبتعمل كده، أنت بتقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وبعض الناس يعمل السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم، ما تهزش دماغك كده، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم، مش السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم. هذا ليس له أصل، زي اللي بيشير بإيده وهو داخل الجامع. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. السلام عليكم ورحمة الله، بيقول السلام عليكم كل الناس يعمل بإيده كده. دي من أعمال النصارى واليهود. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تشبهوا، ليس منا من تشبه بغيرنا، لا تشبهوا باليهود والنصارى. فتسليم اليهود والنصارى بالإصبع باليد، لا، أنت تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما حسدتكم يهود إلا كما حسدتكم على ثلاث: التسليم، السلام عليكم ورحمة الله، وقول آمين، ويوم الجمعة هدانا الله إليه وضلوا عنه. يبقى لما تيجي تسلم السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، ما تهزش دماغك وما تعملش بإيدك كده، وما تمطش في التسليم. بعض الناس السلام عليكم ورحمة الله، السلام، السلام ما فيهاش مط، ما فيهاش مد. الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك على الرغم ما كانش فيه مكبرات صوت. تيجي انت دلوقتي تعمل كده، بعض الائمه، كسيم الائمه يمط في التكبير، الله اكبر، ليس لها اصل. الاصل هو كان الله اكبر، في مكبرات صوت وانا هسمعك، مفيش بقى تقول الله، كلمه الله ما ليس فيها مط، ما مط، زي ما قلنا قلنا المأمومين ما يسموش الامام في التكبير، ما يعلوش صوتهم في التكبير. بعض المأمومين لما يسمع في تكبيره الاحرام يروح معلي صوته ويقول الله ويخلي الامام يسمعه، ملوش اصل. فانت في التسليم برضو ما تكبرش، ما تمطش في التسليم، وما تهزش دماغك بعد ما انتهي الصلاه. لا، بعض الناس لازم يسلم على جاره اللي جنبه، ليس له اصل. تخصيص ختم الصلاه او نهايه الصلاه بالتسليم، بالتسليم على الناس بدعه، لان الجهال من الناس او العوام يظن، ربما يظن انها سنه، وفعلا اصبحت سنه بين الناس ان الناس كلها تسلم على بعض بعد ما تنتهي الصلاه، ملهاش اصل. فدي بدعه، كلها بدعه، لازم ان تحارب. مفيش قول حرما وجمعا ملوش اصل، محدش يسلم على حد يقول له حرما جمعا وتقبل الله بعد الصلاه، سلم وقول تقبل الله، ملهاش اصل. كلمه تقبل الله ملهاش اصل، الدعاء مطلوب في كل وقت، لكن كلمه تقبل الله، تقبل الله على طول على طول، ملهاش اصل. فالناس بتتوارث هذه الاشياء وتظن انها سنن. كل دي هذه اشياء ليس لها اصل، والناس احدثتها في الصلاه، يجب ان يعني نحذر منها. اقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، وتشتري جرس الشكر صاحب كل بيت ساعدونا على الشخصيه.